حي في قبره، اللهم صل عليه. كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم. حياة برزخية، ولكنها حياة كاملة. فقد ورد في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: مررت بقبر موسى فإذا هو قائما يصلي. وقبره عليه الصلاة والسلام مقطوع بصحته بخلاف قبور الأنبياء جميعا، فليس قبر للأنبياء ثابت إلا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وعلى آله وصحبه. وقد دفن في المكان الذي قبض فيه، كما وصى عليه الصلاة والسلام: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. وقد لاذ بجنابه الشريف صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاته صاحباه الأجلال الجليلان شيخاء الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فكان من كرامتهما على الله أن جعلهما جناحين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. ما قيمة أن نأتي نحن بأنفسنا بعد مئات السنين إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إن لذلك قيمة عظيمة، حيث إن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. ركزوا على هذه الكلمة: جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. زيارته صلى الله عليه وسلم في قبره بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كزيارته في حياته. وقد أمرنا بالتأدب معه حيا وعدم الرفع صوت عنده، كذلك أمرنا بالتأدب معه ميتا وعدم الرفع صوتنا عند قبره، كما قال الإمام مالك للخليفة المنصور، قال: إنه وقد حدثت جلبة بحضور الخليفة المنصور حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، اخفض صوتك عند رسول الله. صار مطر. فإن الله أدب أقواما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا هو القبر الشريف، وهذا هو الرمز الكبير للمسلمين يلوذون بزيارته، حتى قال الفقهاء إن زيارته من القربات النافعة. وقال بعضهم، وهو الإمام أبو علي الفاسي المالكي، إن زيارة قبره واجبة على كل مسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نفس الفداء لقبر ضم ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، مدد مدد. صار مطر يا ناس. عليكم السلام ورحمة الله. صارت وانا فرض نرجو منكم جلب كراسيكم الى داخل الخيمة، لان ما شاء الله بدأت الامطار. صلوا على الحبيب. امين صلوا على الحبيب. هلا بالسيد. ما شاء الله، صور لكم المطر. هلا طال عمرك، صور لكم المطر. ما شاء الله بدل المطر وينهمروا. سمعوه مدد، ندور الاهل. هلا بالسيد الراوية، ندور المطر.